حقيقة تنستاء لما الناس أو حتى أنتم مع غاية الأسف بعد تقول هاد الناس اللوبي ديال داك البنوك كذا كذا ضغط. الله ودي لا ضغط علينا ولا مش ضغط علينا. قلت على الإخوان شركه كيف غادي يضغط عليا، ولا سيما على انه اكبر بنوك مغربيه حتى هي طالبه البنوك التشاركيه، كيف ماشي شكون اللي غادي يضغط علينا؟ بالعكس لما اجتمعنا في جمعوا الاخوان في يونو عطينا الورقه فيها جميع التدقيق فين ماشي. نعطيك مثال، نعطيك مثال، حنا باش يمكننا نفتحوا المجال يبداو يشتغلوا لابد يمكن يحتاجوا لسيوله باش يرجعوا للبنك المغربي. اش غادي نعطيهم انا السيوله؟ اش غادي يعطيوني باش نعطيهم السيوله؟ الا ما كانش سكوك، ما كانش سكوك اسلاميه، فين هي السكوك؟ احنا خدامين مع وزاره الماليه باش الخزينه تعمل القرض بالسكوك، باش يكون سكوك باش يجيو يعطوني سكوك باش نعطيهم معلوم، باش تبقى اسلاميه باش تبقى تشاركيه. وشنو نعطيه؟ لان الا عطيتها له ماشي تشاركيه يقول لك هادشي ماشي تشاركي. لا هما خدامين دابا الاخوان تيحسبوا عملنا هاد المشكل. نعطيك نقطه ثانيه، ها احنا السكوك، ها احنا باش تعمل العمل ديالهم خصك تكافل، ائتمان ديال التكافل خصو عاود حتى هو الورقه ديالو ويتهيأ. احنا خدامين فيه، كيف نعمل انا الشغل بلا ما يكون هادشي واجد؟ نزيد اكثر من هادشي، لما تنعملوا الدوريات ديالنا حول المنتوجات التشاركيه، عملنا 5 منتوجات تشاركيه، هي مازال عند المجلس العلمي، اللجنه الخاصه ديال المجلس العلمي.